طوبى لأنقياء القلوب، طوبى للرحماء. كلمات مدرك معنيها الخالدة كل ما بتلبس شجرة الميلاد توبها المضيء البراق. رسالة سامية بتخاطب الأفئدة من وراء العيون وبتتعدى الشكل الجميل إلى ما هو أجمل المضمون، وهي العبرة من الأعياد. تعالوا معنا. أضاءت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم العلي شجرة عيد الميلاد في البوليفارد وأعلنت بدء فعاليات عيد الميلاد المجيد. وأضافت سمو الأميرة ريم العلي أنه أجواء عيد الميلاد المجيد في الأردن تنبع من التآخي بين أطياف المجتمع كافة، مشيرة إلى أنه عدد كبير من الزوار العرب والأجانب بيقدموا للمملكة للاحتفال بهذه الأجواء نظراً لما بيتمتع فيه الأردن من أمن وأمان. عاملين اليوم الافتتاحية للاحتفال، وكان موجود سمو الأميرة ريم العلي، وزي ما شفتوا شغلات كتير يعني متميزة هاي السنة عندنا. وهذه الفعالية بلشت عندنا من 1/12 لحتى 30/12، من الساعة 4 المساء للساعة 11 بالليل، وبالويكندز من الساعة 5 المساء للساعة 12 بالليل. والمميز بموسم الأعياد في البوليفارد هاي السنة ديكوراته الفنية المستوحاة من فصل الشتاء وتصاميمه المتميزة بالأضواء الجميلة ووجود نشاطات مختلفة للأطفال والعائلات، منهم لعبة التزلج اللي ما قدرت إلا وأجربها بنفسي. طبعاً زي ما شايفين في عنا حلبة التزحلق على الجليد، الشجرة اليوم عنا شجرة الميلاد كتير كبيرة مختلفة نوعيتها عاملينها، وطبعاً عنا الكريسماس ماركت موجود فيه، وعندنا كمان عدة شغلات موجودة للأطفال وللعائلات. فبالعكس ندعي لكل الشعب الأردني وكل الجنسيات تكون موجودين معنا. وطبعاً بحب أشكر كل التيم، حتى من التيم بوفر العبدلي، لكل هالجهد الكبير اللي عملناه مع بعض، وإن شاء الله يكون إشي ببسط الكل ويكون مبخرة للبلد إلنا إن شاء الله. يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا يا دنيا.